السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك يا شيخ، عايز أسأل سؤال. اتفضل. حكم عدم رؤية الأولاد من الزوجة برغم إن هي تزوجت أكثر من مرة. يعني هي منعاك من رؤية الأولاد؟ لا، ده أنا رؤية، أنا رافع رؤية بقالي أكثر من حوالي 8 سنين، وأبوها متعنت مش عايز يخليني أشوفه. لماذا؟ ما السبب؟ لا، ما مسائل النسب دي بيبقى فيها تعقيدات شوية يعني. عموما أو كإجمالي القول، لا يجوز للمرأة أن تحجب الأولاد عن أبيهم أو تحجب البنات عن أبيهم، فإن هذا قطع للرحم وحرام. حق الشرع. ولك حرام. لكن تسأل المرأة: ما حملك على ما صنعتي؟ لماذا منعتيهم؟ قد تصدر جوابا، قد تقول إن الزوج لا ينفق عليهم أصلا. فلا بد أن نسأل، كما في المثل الشائع: قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلما يدقني. فعندنا أولى منه كلام النبي: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ ما حملك يا أختي على منع الأب من رؤية أبنائه؟ ستبدي جوابا. إذا أبدت جوابا على إثره ننظر هل الجواب مرضي ومقبول أو غير مرضي ولا مقبول. السلام عليكم.